والرجال هم الذين يهيئهم الله للجهاد في سبيل الله بالقلم وبالفم وبالقدم. أما بالقلم علم كتابة، وأما بالفم بلاغ ودعوة، وأما بالقدم سير على الطريق التي ساروا عليها من قيام آخر الليل، من المحافظة على الأوراد، من المحافظة على الرواتب، من المحافظة على صلاة الجماعة، من المحافظة على كثرة الصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، من ترتيب وظائف الوقت، إما تقرؤون قبل العصر أو بعد العصر أو قبل الظهر أو بعد الظهر، أو ما تقرؤون من الأدعية آخر الليل. وأكبر من هذا وأعظم من هذا وأهم من هذا ما أنت تفعله لوحدك ساعة آخر الليل، أي دورك آخر الليل لنفسك، يسمونها وقت المكافحة، لأن هذا الوقت مخاطبة مع من؟ حتى ما هو مخاطبة مع الأستاذ أو المعلم أو المربي، أن تكون مع ربك. هذه ساعات الليل التي يقال فيها ما تعقد ولاية لولي إلا بقيام آخر الليل. لكن وجه قلبك للحضرة الإلهية حتى يحصل المدد وتعطى من العطايا التي ما يملكها أحد غير الواحد القيوم، يعطيك من العطاء ويمنحك إذا تذللت وإذا خضعت وإذا سجدت وإذا خشعت وإذا بكيت وإذا تبت وإذا أنبت. ما هو كريم ربك؟ بيكرمك وبيعطيك وبيرقيك وبيظهر هذا الأثر على وجهك وبيظهر على لسانك وبيظهر على وعيك وبيظهر على تعلمك.